اختي ديك لاصوص اللي بقاتليش واش راه درتها في الشناب، شوفوا لاصوص الاخرى راه خيطه، صافي غير خليها طيب جات نص هما يا اختي. المهم شوفوا خياري صيقت ما نديوش، راه عارفه الدص عندي هنايا موسخ. ها انتم المهم جمعت تما كتشوفوا ديك المريحه جمعته مجموع، حتى هو كان مرون هذا كيشالي. صافي وجففت وشطبت الباب، جففت البيت ديالي، ايوا هنا كيسالي الروتين ديالنا. غنخلي معاكم النتيجه النهائيه ديال الغداء. صباح الخير خوتي خواتي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ مزيان. المهم عينيا دابا غنصور لكم هذا الفيديو الحد وغنحطو لكم الحد، حيت عندي شي بلا ما يدرخش الحيد. العكز عكز هاد الايام بزاف، ورغم انني راه ما فايقه حتى من 11 اتو، ما نقولش ليكم ما عمرها وقعت ليا صراحه. فقت في الصباح مع دارنا، كانوا غاديين اليوم الحصاد ومشاو باش يحصدوا، كاين حتى واحد كاين هاد وحدي في الدار مشاو باش يحصدوا. ايوا وصافي، وانايا بقيت اخت خوتي نعس ما نقولش ليكم. شوفوا كترجع ليا ديك البلاصه زرقاء، ولكن كدوز غير واحد 3 ثواني ولا 4 كيمشي داكشي، عرفتوا كتصفى ليا عيني، كنوض عيني مضبين. المهم اختي فطرت ياكو، فطرت دابا نحيد العكز اليوم، خاصني نجمع الدار، تعرفوا اختي اش كريزي نجي الدار ولا شحال. المهم عندي مطيشه باش غتشوفوا الغدا، حشويه الكفته الفلفله باش اختي غندير معاكم الفيديو ديال الغدا. بس نحيد هاد الخبز من حنايا، ربي تسمح ليا وصافي كنتعدى على هاد الخبز. خصني نحيد العكز، غنشطب ونسيق، ولكن السياق والتشطاب ما غنصوروش معاكم الخوت، حيتاش راكم عارفين يمكن شكون يصور ليا وخاص لي يشد وهادي وهادي، وانا عاد خاصني نحط ليكم الفيديو مونطي وسيمو ما كاينش. المهم اختي ندوزو نمشي نجيب باش نزرب، خاصني نزرب. حطيت الروز يتسلق واحد شويه ياكو، سبحان الله كلشي كنقولو جبد لي حاجه مع حيت كنت جبت واحد الكفته واحد شويه، باش اصلا كنت ناويه نديرها مع البيض ومطيشه ولا مع الفلافل. ايوا كنتي جبت لي كلشي شفتي ليا. ندير اليوم فيديو ديال الزربه باش كي غيصبر. المهم اختي ها انتوما الثومه ياك، غنحط كلشي حدايا باش ما نبقاش نطول عليكم فيديو واحد. الرواز ديال الثومه ايوا نجي نحكاكا، الله الا الخوت نفعاتني هاد الحكاكا ديالي. عرفتي ديرها بانيو، ديرها حكاكا، ديرها كلشي وبخمسة دراهم. أول مرة زعما كنحس براسي بغيت شي حاجة عملية ومتعددة الاستعمالات، عملية ومتعددة الاستعمالات. القصد مفهوم، هي ديك راه الجملة صحيحة أختي، الجملة صحيحة مش لي خاطئة. نغسل المطيشة ياكو باش نحكها، أنا أصلا كتعجبني شي حاجة سميتها الحموضة ديال المطيشة، كتعجبني لاي صوص و داكشي. شفتو نطيب معاكم بحال شي نملة. غنغسلو هاد المطيشات، نتا غادي ندير هادا و نغسل تا الفلفلة. صافي هما خاصة تغسلو، عرفتو والله إلا الطريقة البنات كي هادي تاني مرة كنديرها، جربتها معاكم ديك المرة ولكن ما صورتهاش، غير قلت لكم عليها ما صورتهاش. عرفتو علاش درتها؟ انا الصراحه تتعجبني الفلفله معمره وداكشي، كنت نقول يعني كتجي في بلاطه فران هذا ما عنديش، ولكن شويه وانا نشوف واحد الاخت دارتها في كوكو زعما جا بحال بحال. صافي وقلت نديرها على ود السيمو باش ياكلها معايا، بصح ما كلاهاش. المهم غندوز الخوت، غادي نحك مطيشه وثومه وقزبر، وندير ليقامه، غنقول لكم شنو ندير في ليقامه ياكو، وغادي نصايب الفلفله. المهم كنشرح لكم بفمي حاجه شي اللي نزرح لكم تطبيق، غادي نطول فيديو. المهم ها نتوما واحد جوج، ها اختي دابا طحنت حكيت ثلاثه المطيشات، زدت عليهم مطيشه الحك وزدت عليهم القزبر ياكو، قزبر مع الموز كانوا عندي انا فريغو. غادي نزيد عليهم الخرقوم
انا هادو هما اللي قامت كتعجبني طيب بها كي اللي كيبغى يدير فيها الكمون كل واحد وشنو البزار انا ما كان نطيبش بيه قليل شويه حميره واحد شويه سكينه كبير راسي تيبان كي بوقايه قداش لي الشد راسو نايضه معطله وانا اهدح دابا ماشي زعما فقدت ثلاث الوقت فقدت مع الدار راكم عارفين فياق بكري في الصداع وهذا فقدت مع سته وشي حاجه وبقيت فايقه حتى لديك التمنيه وصافي وهي هذيك اللي ترجع ديني النعسه رجعت داتني النعسه اي صافي مهم دابا غنزيدو زويته غنزيد الزيت وغادي ها هو الروز راه حطيته تسلق قبل واحد شويه ياكو والكفته عندي مطلوقه غادي نخلطهم ونرجع معكم المهم اختي غتشوفوني بدلت الشده راني مشيت كنت كنجفف كنت كنشط طبيعي ربي الجفاف هذا غنجفف قلت نسالي قلت نبدا بالتشطيب هو الاول شطبت طبشاتو سخفت وجاني الصهد هانتو ما داير الكور جاني الصهد هاد الجو تيتقلب هو انا اختي غيرت رايي غنديرو في الطاجين عرفتو علاش الكوكوت لقيت فيها واحد المشكل وصافي ممكن ليش غندير فيها صافي غنخوي هاد لاصوص هنايا نزيد اختي صافي غنخوي هنايا نفرش عليهم ياكم جلستي حطو فوق الغوطة يدك كيتخوى هادشي كنبقى نغامر كنبقى ندير شي حوايج نغامر غادي نشد هاد الكفته شوفو شويه الكيكة عشرة دراهم هات البركة هات البركة صافي سخفت هادشي زعما كنزرب الوقت ولا هدا كنقول زعما لي هاكا زرب ساعه زرب تعطل تنزرب هي كنبقى نسخن صافي ندير الروز غادي هاكا نصفيها بيدي اختي نبقى نوسخ الما على الروبيني بوطاجي تيخلع جو طيه فيه مباركة يدينا علاش دايرين علاش بقاو صحاح لي ميخدموش صافي غنشد اختي هادشي نخلطو مع لاصوص و إلا عندي جوج فلفلات و هادشي كتير عندي جوج الفلافل و هادشي كتير صافي دابا اختي غادي نشد هاد الفلفلة غادي نحلها شوفو زعما راه كنزرب باش كلشي نديرو في دقة هانتوما هادشي علاش هاد الطبلة نافعاني داكشي علاش تنحطها هنا كتنفعني اخوت نافعاني صافي خويتهم هادي راه كبيرة تبارك الله نتوما اختي خويو داكشي قبل انا راه نايضة اليوم مقلوبة وحق الله كنت صراحة ما غندير لا غدا لا فيديو لا والو حيت سي محمد وصيتو البارح قال لي غنمشي قلت له شتي غدير خويا شنو تجيب ليا وشنو تجيب ليا وشنو تجيب ليا صافي اليوم مسكين مشى في الصباح بقاني حاطه له شي جاب ليا الكفته وجاب ليا كلشي صافي اختي غنعمرو على هاد الطريقه كلشي مكيوصلش لتحت وصلت حتى لتحت ويلي غنديرو هاد الشيء هاد العماره اللي وقعت كلها صافي ها هي اختي الاولى عمرناها شابو هو هذا صافي هكا شابوك صافي نحطها في الطاجين ياكو غتبقى نص ساعه باش ما نطولش عليكم تنصور معاكم اختي النتيجه النهائيه او هانتوما معايا اختي جربوا الطريقه والله الا راه زوينه المهم اختي ديك لاصوص اللي بقات لي شوفوا راه درتها في الشناب شوفوا لاصوص الاخرى راه خيطه صافي غنخليها طيب جوج نص هما يا اختي مهم شوفوا خياري صيقت ما نديوش راه عارفه الدص عندي هنايا موسخ ها نتوما مهم جمعت تما كتشوفوا داك المريح جمعته مجموع حتى هو كان مرون هذا كيشالي صافي وجففت وشطبت الباب جففت البيت ديالي
ايوا هنا كيسالي الروتين ديالنا، وغنخلي معاكم النتيجه النهائيه ديال الغداء. يا اختي شوفي النتيجه النهائيه، وخليته شويه نشف ولا داكشي يحرق.